الحما والحما الناحية التانية وماما وعمتي وجدتي، المفروض كل دول يفضلوا يزنوا ويحددوا هما اوقات، او يحددوا ان احنا نخلف عائلين ثلاثه ورا بعض عشان ابقى زي اخواتي وزي عيلتي ونبقى عزوه، ده قرارهم وده من حقهم، ولا يسيبوا القرار ده للزوج والزوجه؟ بص انا هقول لك حاجه، انا دايما يعني لما بيجي نتكلم عن العلاقات الزوجيه ونجاحها انا ما بحبش تدخل الاهل. طبعا. ليه؟ لان انا عارف ان الاهل بيكونوا خايفين على اولادهم، وبيكونوا هما شايفين ليهم طبعا نظره يعني مستقبليه شويه بحكم التجارب اللي هم عاشوها. اكيد. ولكن في بعض الاطراف مش بيقبل النصايح دي بسهوله، فبيحس ان الطرف الثاني مسيطر عليه من قبل اهله، وده بيبقى بدايه مشاكل. ده بيبقى بدايه مشاكل، فبيحس ان هو مثلا الطرف الثاني بيبص للطرف ده ان هو ضعيف الشخصيه، ان انت بتسمع كلام اهلك، ان انت بتحكي لهم على كل شيء، ان انت بتتلقى المعلومات من اهلك. أكيد. ان انت ما بتقدرش تحجم. لكن انا عايز تدخل الاهل، ممكن الاهل تتدخل في الموضوع ده للصالح العام، بس يوصلوا الرسائل بهدوء شوي. ممنوع للمشاكل، يعني مش لازم نقول ان لازم يحصل حمل خلال الفترة دي، لازم يحصل حاجة، احنا ممكن نتكلم بطريقة فيها نوع من انواع الاقناع طبعا. وممكن الاهل لما بتتدخل بطريقة جميلة فيها صالح الطرفين أكيد. ممكن نوصل الرسالة بسهولة.